السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي عم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا عن التغييرات المرتقبة للمنتخب الوطني امام الطوغو. وقبل لا نبداو جماعة ما تنساوش بارطاجوا لنا الفيديو تاعنا، جيم كومونتير باش نطيحوا التبليغات اللي راه مع القناة. راكم تشوفوا كيفاش وين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم منذ أمس، يعني منذ يوم السبت في العاصمة الطوغولية، لوامي استعداد لمواجهة المنتخب المحلي من على الساعة 5 لحساب الجولة 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب. وقد تنقلت العناصر الوطنية من مطار رابح بيطات الله يرحمه بعنابة باتجاه مطار لوامي عبر رحلة خاصة ظهر أمس السبت بتعدد ضم 24 لاعب، بعدما أعفى الناخب الوطني فلاديمير المدافع جون حجام بسبب الإصابة التي يشكو منها والتي حرمته من الظهور في اللقاء الأول أمام الطوغو يوم الخميس الماضي، مثلما صرح به المدرب خلال الندوة الصحفية. وكذلك محمد فارسي الذي تعرض هو الآخر لإصابة نتيجة احتكاك مع أحد زملائه في الحصة التدريبية والتي خاضها المنتخب يوم الجمعة في عنابة. المهم والناس خرجوا عندنا كيفاش قال لك فارسي، قالوا له غير روح في طوع كيما ذاك مسيلمة كذا، قال لهم جماعة قال لهم فارسي ماش مبليسي، فارسي قالوا له غير روح خلي ماندي وخلي محرز في طوع مورا هذا الماتش نطردوهم ما غاديش يلعبوا مليح وغادي نخسروا. شي قال لك قالوا غادي نخسروا في طوع نطردو ماندي ومحرز، يعني واحد الكذب يعني تغيضك، ماشي تغيضك هو كي يكذب، تغيضك الناس اللي قالوا له عندك الحق، هذه اللي تغيظك. وما هيشر معك ما دير لهم نورمال، يعني مليحه كيما هكا. يعني وتنقل الخوض الى لوامي لمواجهه الطوغوليين في ظروف حسنه وبمعنويات مرتفعه بدت واضحه على ملامح اللاعبين بعد الفوز العريض ب5-0 والذي حققه رفقاء حسام عوار في المواجهه الاولى امام منتخب الطوغو في ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، والذي عزز به أشبال المدرب فلاديمير مركزهم الريادي ضمن المجموعة الخامسة بمجموع 9 نقاط كاملة، وهو الفوز الذي جعل الخوض على بعد نقطة واحدة فقط من عن التأهل للنسخة القادمة بكأس أمم إفريقيا قبل 3 جولات عن اختتام مشوار التصفيات، حيث سيواجه رفقاء الحارس قندوز منتخب الطوغو في لوامي قبل اللعب خارج الديار أمام غينيا الاستوائية يوم 11 نوفمبر واختتام التصفيات باستقبال ليبيريا يوم 19 نوفمبر القادم. ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني للكان، بينما يتأهل منتخب واحد في المجموعة التي تضم البلد المستضيف. وتحسب يعني وتحسبا لمباراة الطوغو ركز الناخب الوطني على الاسترجاع أكثر، كما يعني استرجاع يعني والتي انتهت بفوز عريض من أجل تصحيح الأخطاء خاصة على مستوى الدفاع ووسط الميدان، حيث لم تعكس يعني النتيجة الكبيرة المستوى الجيد والذي قدمه الطوغوليين باعتراف المنتخب الوطني الجزائري خلال الندوة الصحفية والتي نشطها بعد نهاية المباراة في ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، مشدد على ضرورة اللعب بحذر وتدارك الأخطاء في المواجهة التي يحتضنها الملعب يعني بمدينة لوامي. يعني تشوف ما يقري المدرب ربحنا ومنا ولاش بصح استيلا ربحنا، يعني ربحنا بصح المدرب ماشي تاع تاع اعلام وتاع فصفاحات، لا خليك عليك يا ودي، عندنا اخطاء عندنا روتوشات، كاين روتوشات رانا نعملوا عليها وتصحيح الاخطاء وتصحيح هذه كاين بزاف صوالح. حتى فرح احنا نفرحوا المباراة بصح كي تشوف يعني الطوغو ماهو ساهلين، ولا الطوغو ضعيفة عند الهيشط، كنت مع الصومال يعني عاقل هنا
مي كنا قالك الصومال منتخب تطور جدا، موريتانيا تطورت، افريقيا تطورت، ومن بعد ولات افريقيا ضعيفه. هماكم وينتظر ان يجري محاربي حصة تدريبية واحدة في الوامي، ستكون مساء يوم، يعني كانت مساء يوم الأحد على أرضية الرئيسية للملعب الذي يحتضن اللقاء، يعني وين يخصص المدرب للجانب التكتيكي، لأن كل يعني مؤشرات توحي باعتماد الخوض على خطة مغايرة عن تلك التي انتهجها المدرب في موقعة عنابة، وعلى ضوء التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني في عنابة قبل السفرية، فإن التغييرات مرتقبة على التشكيلة الأساسية في لقاء الغد، يعني تمس يعني بدرجة أول خط يعني خط الوسط ميدان والهجوم، بعدما أعطى التغييرات التي اعتمدها في الشوط الثاني أمام الطوغو ثمارها، وإعادة توازن في صورة اللعاب الوسط هشام بوداوي الذي كسب نقاط هامة إلى جانب أمين قويري وكذلك محمد أمين عمورة. المهم إحنا كما يقول لك أيوا على ذلك نقولوا بلي يودي اليوم ونشوف بلي المنتخب الوطني ما اصبحش يعني بذيك الخطه تاعو اللي بدار يلعبها 4-3-3 4-3-3 يا ودي لو كان معاش 4-3-3 4-3-3 ما كاش هذيك يصاي ولا تاع من لا ديفونس تضربها ترو هذيك فاقولها فاقولها نهار بوركينا فاسو في مراكش فاقوا بينا فاقوا بينا دوزيام ميتون ولاو يقارعونا يعمروا الميليو تاعهم يقارعونا يلعبوا مع يعني في الكرات المرتده ويطلعوا ما تعقلوش عليها إيه موريتانيا موريتانيا تزوجت بينا هذيك هذيك فاميني التاليه ونعم احنا ولينا نقلبوا اي شيء يديروا وما يقلبوا يطلعوا بها على لي كوتي هاوتو زوج خطرات في البارة حشموا ما بقاوش يزيدوا يماركونا حشموا من الجزائر حشموا من الاسم تاع الجزائر هذا مكان أو شي مركونة يا ليلة حي الله حول العالم يعني يطبع عليك مازال هذا يحضر مازال كيسموه مازال زين عامر يحضر شوف شوف زين عامر واش هضر يا سي محمد مازال ذي العام ما دراني نحوس على ديك الناسيونال او سلازين عام انا حوس على ديك الناسيونال نستر وانا نهضر على روحه واو لله بس هي الطير هذا اللي داير يا صاحبي زين عامر قال لك ماندريا صايك اونترينير قال لك ماندريا خرج قال لكم اونترينير وعطاني ترخيص وانتم على ما قالوا جامي يديروا هذو باغيين يعرو لي كيب ناسيونال هذو كانوا يطالبوا مبولحي في غولي مساكين ما راهمش يلعبوا سليماني راك تشوف عيب على السي ار بي راه عيب على السي ار بي ايا ويجي يقول لك يا ودي هذوك ما يجيبوهمش غادي ما نديرو والو بغاو يردوا فلان ردوا فلان يا هما يقول لك منتخب كهول هما يكتبوا من جهه واحدة اخرى عندهم عشرة من باجا يخرجوا لك مازال تشبيب يا ودي احنا ما فهمناكمش احنا والله مازلنا ما فهمناكم كاع مازال ما فهمناكمش كاع والله مازال ما فهمناكم اسمعوا والله ما زلنا نقارع لكم ونشوف يعني تقارعوا على بالنا تقارعوا على غير طيحه ومين ما صدتوا عليها وين دورتوا اللعابه خطره الشايبي خطره بلايلي خطره محرز خطره كل خطره وكيفاه بحرت لكم بحرت لكم
والله لا بحرت لكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.